يعني القمص رافائيل ثروت نائب اسقف الخدمات العامه والاجتماعيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه معانا على التليفون طبعاً. ولا يصح ابدا ان اطيل عليه. طبعا عضو معانا في الاتحاد. مساء الخير. مساء الخير احمد. مساء الخير سياده القمص وحضرتك وكل حضور الضيوف الكرام وحضرتك طيبين بمناسبه السنه الهجريه. يا رب سنه سعيده يا رب كلها يا رب في كل العالم يا رب. قبل ما ندخل في موضوع الحلقه وموضوع التحالف طمنا كده على صحه قداسه البابا توادروس او سيدنا زي ما انا بحب اخبره يعني. نشكر ربنا نشكر ربنا جدا على فكره. هو يعني سعيد جدا بالحوار اللي حضرتك عملته معاه ودايما بيشيد بالحوار دوت بالتميز اللي حضرتك كنت اديت بيه الحوار يعني. ربنا يبارك في عمره. يعني قداسه البابا غالي على قلوب المصريين جميعا وغالي عندي جدا يعني. نشكر ربنا نشكر ربنا. هو في تحسن كبير جدا جدا. هو طبعا فترة الشهر اللي قعدهم قافل على نفسه خالص دي فرقت معاه جدا. هو التزم بكل تعليمات الأطباء بالنسبة للراحة بالنسبة للعلاج الطبيعي بالنسبة للعلاج ده طبعا أدى يعني نشكر ربنا لسرعة يعني إن هو خف وإن هو نزل يمارس حياته وخدمته الطبيعية تاني. طبعا يعني هو بيحاول يبقى واحدة واحدة كده لأن طبعا مش مفروض إن هو يبذل مجهود كبير. أنا كان من أسباب اللي حصل له هو الإجهاد الكبير اللي كان بعد زيارته للفاتيكان والزيارة العوية اللي عملها ورجع على المجمع المقدس بسبب المجهود ده. هو بيحاول بقدر الإمكان إنه يوزع جهده علشان يعني ربنا يحافظ عليه وعلى خدمته. إحنا محتاجينه ومصر كلها محتاجاه لأنه رمانة ميزان فعلا حقيقي في البلد وده حقيقي يعني. يعني ويعني ودور وطني لا ينسى. وإحنا يعني في 10 سنين على ثورة يونيو لا ينسى ابدا يعني ما يعني ما قدموا وما قالوا قداسه البابا توادروس وجملته الخالده مصر بلا كنائس خير من كنائس بلا مصر. الحمد لله ان حضرتك السودان بيعيش الكلام ده دلوقتي حضرتك يا يعني نتمنى ليهم السلامه يا رب دائما وهم اهلنا وهم اهلنا وهو مصر كمان اتحركت هي ودول الجوار وان شاء الله يعني أهلنا كمان في السودان يعولوا على هذا التحرك كثيرا. نرجع للتحالف يعني سيادة القمص كيف تنظر إليه وما الجديد الذي يقدمه؟ التحالف ده كان حلم. أنا بيتهيألي كلنا كنا بنحلم بأن يبقى فيه كيان يجمع كل الناس اللي بتشتغل على الأرض مع الناس الغلابة. فكرة أن يحصل تنسيق وتكامل بين الجمعيات وبين المؤسسات وبين الهيئات اللي بتشتغل وبين الحكومة والكلام ده كله يرعى رئيس الجمهورية وهو اللي يشجع ويهتم ويحضر المؤتمرات بتاعته. ده أعتقد ده حلم. إن إحنا دلوقتي بنفوق من الحلم بالقانون. إحنا قعدنا فترة الحلم دوت كان على أرض الواقع بداية الشغل لكن أنا بتقالي القانون هنا هيبقى نقطة فاصلة لعمل قوي جديد بدفعة بعد القانون لما قبل القانون. يعني التحالف هيكون فترة ما قبل القانون حاجة وما بعد القانون حاجة تانية جدا. القانون هيدي دفعة كبيرة جدا للشغل وللتجمع دوت وللقوة دي كلها وللتنسيق وللتكامل على الأرض. هيحس بيه أنا متأكد المواطنين الغلابة اللي على الأرض. الهدف بتاع كل اللي بيحصل ده كله هو المواطن الغلبان. أنا بشكر جدا أستاذ محمد اللي اتكلم على فكرة إنه ده حقه. إحنا يعني حضرتك اتكلمت أنا متابع الحلقة في بدايتها دكتور محمد الرفاعي. استاذ محمد الرفاعي. دكتور محمد رفاعي عفوا. بالظبط. احمد ولا محمد؟ دكتور محمد رفاعي. الرئيس التنفيذي لمؤسسه مصر الخير. اهلا بيك يا استاذ محمد وبشكر حضرتك جدا على الكلام الرائع اللي انت قلته على ان فكره ان ده حق الناس علينا. في المقدمه استاذ احمد قال ما كان بيحصل في البلد قبل الثوره والفقراء والغلابه كان بيتعمل فيهم ايه؟ واحنا نفسنا ده ينتهي بقى، نفسنا الناس الغلابه تعيش حياه كريمه زي ما الرئيس رؤوف بيقول. نفسنا كل مواطن غلبان في البلد يقدر يبقى رافع راسه ويعرف يربي ولاده ويعلمهم ولما حد فيهم يعيا يعالجه. يعني كلنا هدفنا كده، كلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض من اجل ان هذا المواطن يشعر بالرضا ويشعر بالامتنان ويشعر بان دي بلده ده وطنه وحقه علينا كلنا ان احنا نخدمه ونساعده ونحط ايدينا في ايدين بعض. ده هدف نبيل يستحق اللي بيتعمل ده كله. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية. بشكرك طبعا على الإيضاحات
اللي حضرتك شرحتها بالنسبة لجهد التحالف، وبشكرك كثيرا على طمأنتك لنا حول كل ما يخص صحة قداسة البابا تودروس الثاني.